لن يعود أحد منهم عمليا حتى في الجلسة التي جمعت رؤساء المستوطنات، أقصد بطبيعة الحال مع رئيس الأركان ومع نتنياهو، أوضحوا بشكل كبير بأن أي من المستوطنين لن يعود إلى المنطقة الشمالية في هذه الفترة. نتنياهو أبلغهم أيضا بأن ليس عليهم أن يعودوا في خلال الشهرين المقبلين، لأن هذه فترة تأقلم لفحص هذا الأمر بالنسبة لوقف إطلاق النار. بالتالي أبدا لم تقنعهم كلمات نتنياهو التي حاول فيها أن يروج هذا الاتفاق للإسرائيليين عمليا، لأن التجربة الإسرائيلية دعينا نقول في مثل هذه الاتفاقات، أنا أذكر 17/01 عام 2006 تماما كان الحديث في إسرائيل أن هذا اتفاق مبدئي جزئي مؤقت. بعد 17 سنة عمليا 17 سنة جرى كسر هذا الاتفاق، وبالتالي حتى المقربين بعض الصحفيين المقربين جدا من نتنياهو يتحدثون هذه الليلة عن انتهاء الحرب، خلافا لما تقوله الحكومة الإسرائيلية بأن وقف إطلاق نار مؤقت لشهرين وما إلى ذلك. الإشكالية الأساسية بالنسبة للإسرائيليين هي ما حدث قبل يومين تحديدا، 340 صاروخا أطلقها حزب الله، 17 منها على 4 دفعات اتجاه تل أبيب. هذا عمليا أبقى الإسرائيليين مع شعور بأن هذه القدرة الصاروخية ستبقى موجودة بعد الاتفاق أيضا، بالإضافة إلى التشكيك الكبير لدى الخبراء في إسرائيل في إمكان إنفاذ هذا الاتفاق. بمعنى صحيح أن إسرائيل تلقت ضمانا أمريكيا بحرية العمل العسكري في حال كان هناك تهديد مباشر فقط، وليس أيضا كما قال نتنياهو في المؤتمر أنه أي جمع سلاح أو تهريب سلاح داخل لبنان سيقصف، وإنما تهديد مباشر بمعنى تحضير لإطلاق صواريخ. إسرائيل ستتصرف عسكريا وفق الضمان الأمريكي، وهذا لم يرد نصا لمن قرأ نص الاتفاق، لا توجد حرية حركة في نص الاتفاق، ولكن فقط من خلال الضمان الأمريكية. طيب زياد، يعني تفصلنا ساعات عن دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ما الإعلانات التي أفصح عنها الجيش الإسرائيلي بشأن الضربات في الساعات المقبلة على لبنان؟ بالنسبة للساعات المقبلة لم يفصح كثيرا، ولكن في الساعات الأخيرة كان واضحا بأن الضربة الأوسع نطاقا على بيروت تمت هذه الليلة في ليلة إعلان وقف إطلاق النار، وليس من باب المصادفة. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن استهداف مؤسسة القرض الحسن المصرفية أو المالية التابعة لحزب الله، أكثر من 20 استهدافا في بيروت لهذا المصرف وفق الإسرائيليين. أيضا الجيش الإسرائيلي قال إنه استهدف في 24 ساعة الماضية 180 هدفا في بيروت، يقصد طبعا ضاحية بيروت الجنوبية وبيروت، وبالتالي هذا قد يندرج في إطار ربما بناء المشهد الختامي الذي عادة يكون مشهدا فيه تصعيد كثير للضربات.